كابتن سمير اتفضل. يا كابتن اسلام، معلش انا بعتذر. لا لا يا كابتن اتفضل. كنت بقول لحضرتك الغريب ان في تظهر مشاكل دلوقتي والدوري واقف، بس المره دي المشاكل طبعا جايه من وجهه نظري، انا جايه من الداخل من الحكام انفسهم، وده حقهم الطبيعي يا كابتن اسلام. في زي ما حضرتك عارف ان المصاريف بتاعه الحكام حتى هذه اللحظه لم تصرف، يعني بنتكلم النهارده لحد لسه المصاريف ما صرفتش. بتتكلم بس في النقطه دي يا كابتن اسلام، انا عندي علامه استفهام كبيره جدا. انت عارف مصاريف الدوري الممتاز يا كابتن اسلام دي بتدفع مقدما من الانديه، بمعنى ايه؟ ان اي نادي عشان يطلع الكارنيهات بتاعه الموسم اللي قادم تمام بيدفعوا 200 نادي، يعني حكام الدوري الممتاز دي اوريدي فلوسهم موجوده. عندي حاجتين، ليه الفلوس لغايه دلوقتي ما اتدفعتش؟ وانا رايي الصراحه اللي اخسر الفلوس اتحاد الكره لازم يتحاسب. لان دي فلوس حكام مدفوعه الانديه دفعها من حوالي 6 اشهر، الدور الاولاني خلص وحتى هذه اللحظه الحكم البلد في هذه النقطه، ان يعني يا كابتن اذا كان هناك لائحه جديده، اعتقد اللائحه اللي حضرتك حطيتها، هل هنمشي على اللائحه دي ولا لائحه قديمه؟ والكلام كان في هذا الامر ان احنا هندي لكم الفلوس على حسب اللائحه الجديده ولا اللائحه القديمه؟ هو اكد حضرتك يا كابتن اللائحه اللي انا كنت موجود ساعتها والدكتور ثروت سليم اللي انا اعتمدتها منه هي دي اللي يمشوا عليها، لسبب بسيط تم صرفها عن طريق كاس مصر. يعني في مباراه كاس مصر اتعملت على اللائحه الجديده اللي كنت عاملها انا والدكتور ثروت سويلم. فما ينفعش انت تمشي حاجه ماتشات كاس مصر على اللائحه اللي احنا عاملينها وتيجي على الدوري الممتاز ما تمشيهاش. قال يا كابتن اسلام ان دور بالكامل يخلص، ولا طقم حكام خد فلوسه غير طقم واحد بس في كل الماتشات اللي هو الطقم الاجنبي اللي لعب مباراه الاهلي والزمالك التي لم تلعب. احنا في الاخر يا كابتن اسلام بنقعد في التحليل والنقاط بيقول لك الحكم غلط والحكم ما شافش وشاف وبتاع، وانت ابسط حقوقه انت ما دفعتهاش، علاوه ان الفلوس دي موجوده. مشكلتي مش مشكله الفلوس دلوقتي يا كابتن اسلام، لا، اللي اخطر فلوس الحكام لازم يتحاسب. لازم يتحاسب عشان الفلوس موجوده. ومن وجهه نظرك ايه السبب في تاخير فلوس الحكام؟ والله دي موجوده بقى عند عمرو الجنايني، هو المسؤول، هو المسؤول عن الصرف طبعا، واللجنه اكيد المفروض بتقوم بدورها وتطالب بفلوس الحكام. يعني خلي بالك الازمه اتحط فيها الحكام بس هم ما لهمش دعوه فيها يا كابتن اسلام. ناس حقها المفروض، يعني انت حقك المفروض تاخده من غير ما تطلب المفروض، يعني لان دي حقوق يجب، والحقوق موجوده او الفلوس موجوده كمان زي ما حضرتك بتقول. يا كابتن اسلام دي انت بتقولها مهمه، هي الفلوس دي اتاخرتها ليه؟ انت لازم يبقى في محاسبه على اللي اخرها. طيب كابتن سمير هسالك سؤال وبعدين هروح بنفس السؤال لكابتن ناصر وكابتن ايمن، لو عرض عليك مره ثانيه ان انت تعود لرئاسه لجنه التحكيم، هل ستوافق في هذه المرحله ولا لا؟ طبعا ده شرف لاي واحد يبقى رئيس لجنه حكام، انما قولا واحدا انا ما اشتغلتش رئيس لجنه حكام في وجود عمرو الجناح صراحه. تحديدا وجود الاستاذ عمرو، او يعني ولا مسايا تقصد؟ لا عمرو جنايني رقم واحد ومعاه اللجنه بعد كده، لسبب بسيط انا ما كنت ماسك اللجنه، انا مشيت لغايه دلوقتي ما اعرفش انا ليه مشيت. فاهم ازاي؟ اما قال لي انت بدل ما رئيس تبقى نائب. لا، وفي الاخر بيطلع بيقول حاجه غريبه جدا النهارده قاريها عن طريق اسلام صادق في الجورنال، بيقول لا ما ينفعش سمير عثمان عشان حلل قبل كده في قناه النادي الاهلي، حتى لو حلل في الاهلي او الزمالك ما ينفعش. لا، انا عاوز اقول لعمرو من المكان ده، وقلتها امبارح في قناه الزمالك، اما كنت بحلل في قناه النادي الاهلي مفيش حد في اداره قناه النادي الاهلي ولا قال يقول ولا ما تقولش، كانوا سايبيني على حريتي تامه. يا كابتن سمير، ما هو انا اسف ان انت لما كنت موجود معانا في قناه النادي الاهلي في بعض المباريات انت اختلافات، وكنت بقول دي حاجات على الاهلي، مفيش حد في قناه الاهلي سواء العاملين او الاداره قال لي قول او ما تقولش، ودي امانه. انا امبارح قلتها في قناه الزمالك وبعدها النهارده ثاني في قناه النادي الاهلي، اما كنت بحلل، انا بحلل اللعبه قناه الاهلي محدش قال لي عمرهم ولا قالوا لي في امانه لازم اقولها، وبعيد لك نفس القصه دي امبارح قلتها برضه في قناه الزمالك. يعني في النهايه حضرتك بتقول ان انت اذا عرض عليك ان تكون رئيسا للجنه التحكيم في ظل وجود اللجنه الخماسيه لن توافق على هذا الامر؟ طبعا يا كابتن. طيب يا كابتن، اللجنه الخماسيه ايه الملفات اللي جات لها، يعني او عمرو ايه الملفات اللي جات له وحلها؟ هي كلها من الترتيبات اللي كانت في الاتحاد الكره كان راسمها بدايه ونهايه من المنتخب الاولمبي اللي خد البطوله، ده المنتخب بتاع كابتن هاني جوريجا اللي كان مختاره. طيب كابتن ناصر ايه رايك بالنسبه للسؤال اللي انت كابتن سمير، هل من
ممكن ان يرئيس لجنه التحكيم هو بيقول لا هو على سمير يعني بص يا كابتن هو سمير ليه قناعات معينه كابتن اسلام سمير بدا بشكل جميل جدا جدا بشكل بفكر عالمي حط سياسته واشتغل وحط وابتدى يشتغل بحب كابتن اسلام وامور مشيت بشكل كويس قوي لما تيجي تصدمني انت وتيجي تقول لي لا حضرتك شكرا ومش عاوزينك او تيجي رقم اثنين دي بتعمل شرخ لاي حد كابتن اسلام انا النهارده سمير ما كانش اخفق في حاجه لان هو ما كانش لسه حاجه اتعملت غير ان هو حط البرامج بتاعته وحط سياسته وحط لائحته وكل الكلام ده توافق عليه في ظل اللجنه اللي كان موجود فيها دي التنفيذي اللي هو ساره وتسويله في يوم وليله في لحظه التليفون يجي له يقول له شكرا مش عاوزينك طبعا الكلام طبعا يعني انت مع قرار الكابتن سمير طبعا اكيد طب لو عرض عليك انت يا كابتن ناصر بص يا كابتن احنا اتفقنا في الاول انا قلت لك كلام جميل جدا انا لو انا هشتغل ب نظام يحفظ لي انا استقراري ويحفظ حكامي استقرار سواء في المستحقات او في كل حاجه ايمن لو هشتغل بهذا الشكل انا اهلا وسهلا غير كده اعتقد ان انا ما حدش هيقدر ينجح يا كابتن اسلام واي حد يقول غير الكلام ده يبقى بيكذب على نفسه لو انا مش هشتغل باستقرار على الاقل بعقد بس الاستقرار ده يعني العقد ما ممكن انا بقول لك مستحقات حكامي كابتن هجيب لك من الاخر اعمل لي مخصصات ماليه للحكام اذا كانت موجوده مخصصات مخصصات ماليه مستحقات معسكرات ملابس علاج تامين اعمل لي مخصص ماليه في اول الموسم وشكرا مش عاوز منك حاجه خالص كابتن سمير اعتقد ان انت كنت عامل الامور دي كلها يا كابتن يعني حضرتك كنت بدات عندما كنت رئيسا للجنه الحكام بدات تعمل هذه الامور احنا بدانا ويعني عملنا لائحه وتم الموافقه عليها عملنا المذكرات على الاتحاد الدولي وخدنا الموافقات ابتديت اتفق مع طاقم السماعات مع الموافقات دي كانت حاجات مبدئيه ابتدينا نبتدي السماعات دي قصه فجاه زي من يوم وليله زي ما كابتن ناصر قال لك قال لا شكرا انك تبقى رقم اثنين، طب منين هو بيقول انا بقى رقم اثنين وبيقول لا ما ينفعش عشان كان بيحلل في الاهلي او زمان كلام نوت لوجيك خالص يعني. طيب كابتن ايمن دجيش السؤالين بقى هم السؤالين هم هم هو طبعا الكابتن سمير طبعا كنت قريب منه جدا في الفتره دي يا كابتن اسلام عارف انت لما يكون واحد والناس كلها ما شاء الله يعني مجموعه عليه وليك طموح وبعدين اشتغل قعد مثلا 15 حاجه وتوصل بقى اتوصل بره وعمل حاجات كتير قوي واشتغل على اللائحه وبقى يتصل بناس بره حاجه 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 محترمه جدا الكابتن سمير عثمان الحقيقه يعني وبعدين في فجاه استاذ عمرو الجنايني مع احترامنا ليه طبعا وتقديرنا ليه انت المفروض لما تيجي حتى واحد بقيمه سمير عثمان وتيجي في موضوع زي ده الموضوع لازم تبقى تيجي بطريقه معينه مش بتليفون مثلا اتصل بيه فكابتن الموضوع بصراحه انا طبعا معك يعني في قرار الكابتن سمير انا معاه 100% معاه في 100% ان هو القرار ده ان هو ما يشتغلش دلوقتي بالنسبه انا للشغل زي ما قال الكابتن ناصر مش هزود كتير عشان اجي ابقى موجود في مكان لازم امور معينه تبقى موجوده علشان اذا كل مجمع على هذا الامر ان لازم تبقى الاستقرار كابتن اسلام هو اسلام يعني مش الفرحه ان انت انا بس في حاجه مش ان انت يعني مش ان انت تنبسط انت هتروح مكان انت 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 المكان اللي بتروحه ده وراك مسؤوليه وراك حكام وراك مسؤوليه قطاع كبير جدا خد بالك اهم حاجه الناس يعني عشان تبقى عارفه برضو اهم حاجه في المنظومه كلها التحكيم عشان تبقى التحكيم ده منظومه كبيره جدا ومهمه جدا مهم من لو انت النهارده ظهرك مكشوف في حاجات كتير يبقى انت النهارده من البدايه افضل لك ان انت ما تجيش يعني اتفضل يا كابتن ناصر كابتن اسلام في حاجه مهمه جدا حضرتك عشان بس البعض يعني بيدي مقارنه بين النادي الاهلي او قناه النادي الاهلي احقاقا للحق وانا هقولها ويمكن انا مش هغامر بتاريخي التحكيمي وكمحاضر وكحكم كبير ان هذا الاستوديو وهذه القناه المحترمه وهذه الاداره المحترمه ومش مجامله لم يملى علينا اي قرار من اي مسؤول في القناه او من حضرتك في التحليل التحكيمي بنطلع نقول اللي بنشوفه بما يرضي الله يمكن احنا انا ما بقعدش معاك حتى يا كابتن او ايمن او كابتن عمري ما قعدت معاهم حد ما هيتكلموا في ايه زي ما كابتن سمير عثمان قال احنا بنقف نتفرج نقعد نتفرج على الماتش وبناخد الحالات التحكيميه بننزل تحت الكاست اللي موجود الناس المحترمه بتقطع الحالات واحنا اللي بنختارها واحنا اللي بنجيبها بنطلع نعرضها بشكل جميل جدا جدا ممكن نختلف حتى لو في اختلافات انا بقول رايي بدون ان انا اجامل هنا او هنا تمام ده المهم سمير قال في الاهلي طبعا عاوز اقول حاجه مهمه يا استاذ عمرو ما هو الكابتن جمال ما كان بيشتغل في قناه بيراميدز يعني بس عشان خاطر بس سمير يبقى حاضرني الكابتن جمال وقامه كبيره وقيمه كبيره انا ما اعتقدش ان لها علاقه سواء كابتن جمال كابتن سمير كابتن ناصر ما انت جبته طب ما هو ده كان شغال في قناه وقناه خاصه
يعني ده اللي انا عاوز اقوله. يعني اشتغلنا في القنوات احنا، يعني مش معنى احنا بنشتغل القنوات ان احنا بنجامل القنوات، لكن احنا الحمد لله تاريخنا موجود. يا كابتن وسامير عثمان من الناس اللي هم زي ما كابتن قال ما حدش اختلف عليه طبعا كشخصيه طيب. وكفنيات. كابتن سمير اخيرا ايه رايك في اعتذار كابتن جمال الغندور من رئاسه لجنه التحكيم؟ والله هو قرار شخصي ليه يا كابتن اسلام، هو المسؤول عنه وربنا يوفقه في اللي جاي يعني. طيب اخيرا لو عايز تقول حاجه. انا عاوز بس اقول حاجه بعد اذنك. اتفضل يا كابتن. اما رئيس اتحاد الكوره اما قال مثلا، طبعا هو داخل في نقطه طبعا ما يصحش يقولها، على اساس انا حكم دولي الحمد لله رب العالمين تمام، ولعبت كابتن مثلت بلدي، هو كان عضو مجلس اداره نادي الزمالك واصبح رئيس اتحاد كوره، وزينها بقى على المغالطات اللي هو بيقولها الناحيه الثانيه. تمام، انا اللي بشكرك جدا كابتن سمير، شكرا جزيلا كابتن سمير عثمان رئيس لجنه الحكام السابق، ومقرا بانه لن يكون متواجدا كرئيس لجنه الحكام في حاله وجود او في استمرار اللجنه الخماسيه، وخصوصا الاستاذ عمرو الجنايني. كابتن ناصر، كابتن ايمن.